يسعد اوقاتكم بكل الخير، الصحه والعافيه متابعينا. سعد دامسكو ابتدت لليوم. نحن لما منعد الحلقات منلاقي اكثر شيء مميز هو المشاريع يلي بيطلعوا فيها الشباب السوريين واعده، منسمع عنهم ومنهم، من خبرتهم وتجاربهم منتعلم، وخاصه اذا كانت تجارب جديده على مجتمعنا وفريده. يسعد اوقاتك مجدولين. واوقاتك سبا، واوقات كل مين انضم لبرنامج دامسكو بساعتنا لليوم. كما العاده عم بيكون في عنا حصه كثير كبيره للمجتمع، الصحه، الشباب، المبادرات. لهيك حنروح نحن وياكم فورا للعناوين. بامبو نومادز، حاضنة مشاريع تنموية وبيئية. الأحجار الكريمة، عالم من الجمال والألوان الساحرة. وحنحكي عن فوبيا سحب الدم عند المرضى. عدوى فيروس كورونا، هل ممكن تنتقل بالهواء الطلق؟ ولينتبه الموظف إمتى ممكن ينخفض تقييم الإدارة لأدائه؟ إلى نهر النيل وإلى أم الدنيا ودول حوض النيل. وطبعاً هذا النهر يلي بيمتد على مساحة كتير طويلة بتبلغ 6670 كيلومتر، وطبعاً كل الدول يلي حواليه سميت بدول حوض النيل. المميز مجدولين بهالنهر طبعا غير عن انه اطول انهار العالم انه بينبع من الجنوب ويصب في الشمال، ولما بيجتمعوا رافدين النيل الابيض والازرق بالعاصمه السودانيه بتابع رحله ومسيره من الخير ليروي الاراضي المصريه ويصب اخر شيء بالبحر المتوسط شرق الاسكندريه. ومع مسير نهر النيل خلونا نبدا حلقتنا. دعم المشاريع الناشئة، المشاريع الشبابية الصغيرة، هو فعلاً بحاجة لأساليب علمية وممنهجة. هلأ إذا بدنا نحكي عن الأساليب يلي تعودنا عليها، فنحن كتير مر معنا بدمسكو أشخاص واجهات بتهتم بهاي المشاريع، لكن اليوم المميز إنه في عنا أسلوب جديد لدعم هالمشاريع، وأيضاً طريقة لحتى يكون في تشبيك بينها، وبالنهاية يزيد المردود ويكون في ابتكار أيضاً لأفكار جديدة من هالمشاريع. وكتار منا لما بيكون في عنده أفكار حابب يشتغل عليها بحاجة مين يحطه على الطريق الصح بالتولز الصح والأدوات يلي ممكن يستخدمها كمان بالأسلوب الصح لحتى ينجح مشروعه بالنهاية. وواحدة من هالمنصات والحاضنات يلي فعلا كانت أسلوبها كتير احترافي هي منصة بامبو نومادز، رح نحكي عنها أكثر مع الأستاذ إحسان العظمة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، يعطيك العافية. الله يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا فيك. يعني أنا هذا التقديم صراحة فعلا هذا اللي هلا عم يخطر ببالي، يمكن لاول مره بينصاغ بهذه الطريقه، بحس انه في حدا
قدر يفهم الفكرة ويبسطها بأسلوب حلو للناس. شكرا لإلك. يمكن العاملين عليها ما قدروا يوصلوها بالطريقة اللي وصلتوها فيها، ففعلا مشكورين. أهلا وسهلا فيك حضرتك. اليوم كمؤسس لهي الحاضنة عم تقول فعلا أنه يمكن الفكرة وصلت، هي وصلت لإلنا مبدئيا وهلا بدنا إياها توصل لكل المتابعين. بس بداية نحن بحاجة لنسأل، بامبو نومادز التسمية شو هو السبب ومن وين إجت؟ حلو كتير السؤال. أنا من نوع الأشخاص اللي بحب أني يعني وقت أطلق اسم على شيء أخذ الكاركتر تبع هذا الموضوع، فهن فعلياً كلمتين بامبو ونومادز. بامبو يمكن معروفة لكثير من الناس على أنه هي ساق البامبو، يعني كنبتة فيها خواص من الفاست جروينج، سرعة يعني سرعة النمو، وقديش هي موبايلتي ممكن أنه تنزرع بكثير من الأماكن طالما توفرت إلى شروط نسبياً بسيطة. وهي دلالة على الوفرة كمان عند كتير من الشعوب حول العالم. فهذا الشيء اللي بصراحة نحن بنطمح أنه يكون يعني الكاركتر تبع أي مشروع نحن عم نتبناه بهذه الحاضنة، وبذات الوقت على الحاضنة ككل. نومادز هن الرحالة أو البدو الرحال، واللي بيلفتني بالموضوع بعد تجوالي بالمناطق اللي حكينا فيها، يعني أنا سافرت من لبنان إلى ماليزيا، من ماليزيا رحت كمبوديا، اضطريت بوقت ومسافر الحمد لله منيح بهذه الحياة، فاكتشفت كاركتر لذيذ مشترك بين هالجماعات اللي هي غالبا دائمة التنقل، يعني ما عندها مكان ترجع بتقول انه هو المستقر. تمام. فعم يكون دائما فكرة يعني الرجوع الى الارض، الرجوع الى انسانيتهم اكثر من انه يكونوا متحزبين عفوا لاي يعني لا طائفه ولا دين ولا سياسه ولا شيء بيفرقهم عن فكره انه نحن اذا اجتمعنا على فكره لقيناها انه قادره تكون مفيده للانسان وللبيئه فليتس دو ات بهذه البساطه. كمان بذات الوقت هو فيه شيء من الفيجن اللي عم يحمله المشروع انه هو يكون عالمي ويحتوي هالاشخاص اللي هلا في شغله حلوه موجه بخلال يعني السنوات او العقود الاخيره صارت عم تسمى اللي هي ديجيتال نومادز. هن الاشخاص اللي قادرين انه يشتغلوا عملهم من حول العالم على خط انترنت، يحسنوا يكونوا فريلانسرز لشركات متعدده طبعا، وهذا الحكي بيكون ماجور. الأجور اللي هي بترجع بتساعدهم إنه يمارسوا هذا النشاط اللي بيحبوه، إنه يكونوا متنقلين. فأنا واحدة من الـ يعني الفيجنز إذا صح التعبير هون إنه يكون هدول النومادز عم يشتغلوا نفس الشغل، نفس طبيعة الشغل، وعم يتحلون اللي عم يتحلون إياه، بس يعرفوا إنه هو عم يرجع ينصب بمشاريع أكبر من هيك وتكون تنموية حقيقة. تماماً. وفكرة كتير مهمة حكيت عنها، موضوع الفريلانس، الأشخاص اللي بيشتغلوا فريلانس غالباً يا بتضيع حقوقهم يا ما بيعرفوا كيف يبلشوا أو كيف يكفوا أو كيف يحصلوا حقوقهم من هالجهات اللي عم يشتغلوا لها، فكتير مهم هذا الشيء. خصوصي يعني المثال بسوريا بالذات كتير محقق الشيء اللي عم تفضلي فيه، لأنه السوريين اليوم عندهم صعوبات أكثر من غيرهم كتير بالتعامل مع أي شركات أجنبية. صحيح. سواء لموضوع القبض الدفع، ويعني حتى اللوجستيا في عندك شركات هي مع تحصيل الحقوق. تمام. يعني قد ايه بيقدر يحول المصاري او حتى يرجعوا له على سوريا؟ صح. عم يعانوا كثير من السوريين. صح. قدرتوا تتجاوزوها بشغلكم؟ الى الان هلا نحن بما انه بامبو نومادز عم تتعامل بالغالب مع مشاريع محليه، وهلا بنحكي لكم اكثر عنهم شوي، ما عندنا هذه الصعوبات لا الحمد لله. وإذا يعني إذا وجد نوع منها قادرين إنه نتغلب عليه شوي بالالتفاف، خليني أقول بياخد شوي وقت أكثر الموضوع، بس at the end of the day بنكون عم نتعلم شيء. تمام. يعني حتى بهالمواضيع هاي الصعوبات شوفي لك شغلة صراحة، اليوم البلد كلها يعني إذا اشتركت بحديث بتحكي عن الصعوبات وبتحكي عن الأزمات وأزمة البنزين والغلاء والاقتصاد والكهرباء وال اللي إذا بدنا نعددهم يمكن ما نخلص لهم. بدنا نكتار. تماما. هذا الشيء نحن ما بنتخبى منه، بس نحن بنطلع على الحل اللي موجود فيه، حلول البديلة، لحتى نكون عم نحكي يمكن معلومة مفيدة لكل اللي عم يسمعنا. من يومين كنت عم أحضر شيء لتوني روبنز، مبدع هذا الإنسان طبعا من موضوع التنمية البشرية كتير منا بيعرفه، عامل كورس أونلاين ما الهدف طبعا التسويق للكورس نفسه قد للفكرة اللي بدنا نحكيها. كله قائم على مبدأ بيقول إنه هالعالم بالفترة اللي مرقنا فيها ككل العالم كان في عنده مشكلة على الأقل مشتركة على الأقل هي كورونا. صحيح. فهذا الشخص عم يطرح بأنه نحن اليوم أي عقبة بتطلع بحياتنا سواء على مستوى فردي أو على مستوى جماعة مثل هون، يعني العالم كامل مشترك مثل ما قلنا، بيكون الهدف منه انه هي تعلمنا شيء.
فبيزيكلي اذا نحن كل يعني مشكله طلعت بوشنا بدنا نوقف ونجرب انه نلاقي الطريق انه كيف نرجع مثل ما كنا، فبنكون ما عم نتقدم. فبيزيكلي اليوم مثل كورونا وقت تجي على هذا العالم لازم كلياتنا نكون عم نفكر باسلوب انه كيف فينا نرجع ل، حتى كلمه نرجع بتعود غلط، ما بدنا نرجع للستيت اللي كنا فيه، كيف فينا انه نتقدم، يعني كيف فينا نستفيد من قوه هذه المشكله على حجمها قديش هو كبير وكركب العالم، قديش فينا نحن نستفيد منه لنطلع بشيء ايفن بيتر ذان الشيء اللي كنا عايشين فيه. تمام كثير حلو هذا الشيء اللي عم تحكيه، وكثير مهم لما نحن كاصحاب مشاريع بنحاول انه نطبقه، لانه اي مشروع اكيد لازم نحسب مخاطره قبل ما نحسب ايجابياته لنقدر نختي فيه بالطريقه الصح. فانت من الاشخاص اللي عم تقول انك تنقلت بعده اماكن حول العالم، قديش قدرت تنقل ثقافه وخبره دول اخرى للمشروع اللي انت اليوم عم تشتغل فيه لحتى تقدر تطور الاشخاص اللي عندهم افكار فعلا؟ هلا اكيد هذا الشيء موجود، تحصيل حاصل، يعني انسان بشكل عام بيكون بكل يوم عم يستفيد من كل خبرات حياته السابقه، هذا الشيء طبيعي. يمكن بقول اكثر من انه يكون عم ننقل دول، عفوا خبرات دول، بكون عم ننقل خبرات الاشخاص اللي انا تعاملت معهم على الطريق. احيانا بيكون تجارب انسانيه بحته، يعني موقف انساني معين صادفك بهوستل ملحوش بشي مكان ما حدا سمعان فيه قبل هيك، قادر انه يرجع يعني بموقف صار يمكن هون مع شخص تحسني ترجعي تربطي انك انت تعلمتي شيء بهداك الموقف فما تعيدي، او تكوني اكثر تعاطفا مع هذا الشخص اللي عم تتعاملي معه، لانه بهذه الرحله اللي مثل ما تفضلتي بكثير من الدول شفت كثير اشخاص، يعني كثير اشكال من الـ من الـ من الناس ومن تجارب، وفي اختلافات كثير على قد ما في كمان بذات الوقت سيميلاريتيز او تقاربات اللي هي الجوهر. تماما الجوهر الانساني. فهيك تبلورت فكره الحاضنه، فهلا حابين نسمع منك استاذ احسان ونعرف الناس على ماهيه الحاضنه، كيف عم تقدروا انه تجمعوا المشاريع تشبكوا بينها، وشو اهم المشاريع اللي اشتغلتوا عليها؟ الدرجه الاولى اللي بيعزز نجاح هذا الموضوع هو موضوع التشابك، يعني يمكن فينا نقول انه الحاضنه اليوم اذا عم تقدم شيء هي عم تقدم التشابك، يمكن تقريبا ولا شيء ثاني بيوقف بنفس الـ يعني الاهميه، لانه هذا التشابك هو اللي عم يكون الكي لنجاح كل مشروع. يعني اليوم وقت انت تبلشي، طبعا وقت يكون تشابك صحيح، وقت يكون في وجهه نظر عن جد عم يعني عم تنطلق من انه من حقيقة الأشياء، مو من نحن شلون حابين نعمل لها برزنتيشن للناس. يعني مثالاً نحن اليوم بجوز نكون عم نجهز مكان، وحأحكي يعني بقلب الحديث حجاوبك على فكرة إنه شو هن المشاريع. في عنا مكان مثلاً عم يتجهز، وهلأ هو بمثابة افتتاح تجريبي من أيام قليلة بلشت، عملنا افتتاح تجريبي، هو كووركينج سبيس بالشكل الظاهر للعموم هو قهوة، ولكن نحن عم نستهدف فيه الأشخاص اللي هن رياديين الأعمال اللي بينطبق فلسفتهم على الفلسفة اللي نحن ماشيين فيها، مشروع التنموي، الكاركتر تبع البامبو ينطبق على هذا المشروع، شغلات هي بسيطة فعليا، ولكن قديش مننا عالم يعني عم تطلع لها عن جد بي يعني هي مساحة عمل، ولكن فهي مساحة عمل تشبه شكل كافيه. تمام ونحن عم نجهز هذا الموضوع بحكم أنه طبعا مثل كل هالناس اليوم بسوريا بشكل خاص نرجع منقول الاوضاع الاقتصاديه ما لها كثير مريحه، ونحن خصوصا في موضوع يعني خلينا نقول حظر علينا او يعني عقوبات معينه والى اخره. طيب هذا الحكي عم كل ماله عم يزيد المشكله الاقتصاديه تفاقما، فبلشنا نفكر كيف فينا نعمل اكثر، نتجه للريسايكلينج، نحسن نجيب شيء نرجع نعيد ترميمه نحيه، فبالتالي لقينا حالنا حتى عم نحط فلسفة للمشروع الثاني قبل ما يبلش البراند نيم تبعه يتشكل، عفوا اللي هي انك انت هل حتى قطعت هالخشب اللي قدامك عم ترجع تحط فيها روح، عم ترجع تحط فيها حب. تماما حب الاشخاص اللي عم يشتغلوا عليها، فكرة انه هن عم يحسنوا يطلعوا ماديا من شيء عم يشتغلوا عن جد بيحبوه، النفس بفكرة انه انا حرية يعني اتخاذ قرار حتى اتجاه هذه القطعة، شلون بدي لونها، شو يعني حلو. شو التفصيله تبعها مزبوط، اعاده توليد الروح من اول وجديد، يعني واعطي شيء من اسلوبي للشيء اللي انا عم حاول بقدر الامكان. فبهالطريقه انتقلنا نحن من انه كنا عم نشغل فلو سبيس نسمي القهوه او الكووركينج سبيس عندنا فلو سبيس، لانه عملنا براند جديد سميناه ري لوفيت اللي هو قائم على
انه نصنع اكثر من هالنماذج اللي بدايه انصنعت بالقهوه. وهون التشبيك ببين كمثال انه هالمواد هي اللي يعني اللي تصنعت اوريدي هي معروضه بالكافيه لايف، يعني للعالم اللي بدها تشوفها لايف، مو بس على الصور، انك تحسن تيجي تشوفها. فانا صرت عامل وكاني معرض مفروشات بقلب كافيه، ولا العكس ما حدا بيعرف. تماما. بس هن الاهم من كل ذلك انه المشروعين اشتغلوا. في عندك الشخص اللي واقف بلا ورا الباريستا عم يقدم شاي وقهوه، مبسوط مستمتع فعلا، هو عم يقدم شيء بحبه. تمام. وبذات الوقت يلي عم ينجر ويبخ ويحف وكذا. كمان الغرابة الملفتة للنظر كأنه يعني أي حدا بيمرق حيشوف أنه في جو غريب، فممكن أنه بدي فوت شوف أو بدي شارك مثلا. 100%. تمام. خصوصا أنه هذا الحكي جهز ضمن المحل من الأشخاص اللي later on صرنا نحسن نسميهم members. حلو كتير. بالنسبة للمشاريع، معايير قبولها بالنسبة لكم كحاضنة، خبرنا عنها أكثر. هلا الى الان لكون صادق معك، هو قدر المستطاع المتاح عم يعني عم يخلينا نجبر نسبيا انه يكون شخصي او بالمناقشه اللي غير كثير منظمه مع الافراد الموجودين. المعايير هي ان يكون حقيقي، ان يكون عم يلامس فعلا مشكله موجوده جذريه. انا في مثال دائما بضربه، واسمحوا لي يعني احكي نفسه هون على البرنامج. اليوم وقت يكون في عنا مشكلة بالبنزين، كلياتنا شايفين المشكلة بالبلد كلها واضحة، هل يمكن أن يكون الحل فقط من عن طريق البطاقة الذكية؟ ما شفنا النتائج. يعني اليوم ماشيين نحن، إذا ماشيين فقط بهذا الحل فأوكي، هو من أجل تنظيم حالة أنا بسميها إسعافية مؤقت. يعني مؤقت، هو حل مؤقت، هو حل مؤقت وضروري، ضروري جدا كحل مؤقت. تمام. ولكن الحل المستدام إذا بدنا نحكي بلغة البامبو، بنقول إنه لازم بقى صرنا نفكر بطاقة بديلة، بطاقة شمسية، بطاقة كهربائية، whatever it is. أكيد. هلا أنا ما بقول إنه بامبو نوماز من اليوم قادرة تطرح مشروع على هذا المستوى، هذا شيء أكيد. بس وقت تصير بالحجم اللي أنا شايفه إن شاء الله، وبحجم الممبرز اللي متكاتفين على إنه تصير، بتصير قادرة إنه يعني تقدم هيك حلول. وفيني أعطي مثال على فكرة كتير سريع، ما بعرف إذا يعني أكيد بيساعد الوقت. في شيء أنا عم أحضره على الإنترنت مرة، فبيذكر هذا المثال، بيقول إنه اليوم المشاريع التنموية بداية لازم أول شيء يتأكد عليه إني أنا أنظر عن جد بصدق للمشكلة شو هي. يعني اليوم إذا نحن بدنا نعرض على شخص تركيب نظام شمسي، نظام طاقة شمسية، بتلاقي إنه يقتصر فهمنا نحن على انه هو بجوز ما له فهمان شو الاستثمار بهذا الموضوع، بينما هذا الحكي خاطئ. يعني بمعنى انا اذا بدي اقول له هذا بكلفك ضعف فاتوره الكهرباء اللي انت يوجوالي بتدفعها، بس بتوفر للمستقبل، هو فهمان هذه الفكره، بس هو هلا ما معه يدفع ضعف هذه الفاتوره. ونحن معظم المجتمع اليوم واصل لهذا الحد دي باي دي، عم يقبض عم يرجع، هذا اللي نسبيا فينا نسميه مرتاح حتى. تمام. طيب المشكله معناتها وين تكمن؟ انه يكون عنده هالكابيتال ليتس كول ات، اللي هو ولو كان مقدار فاتورتين ولا ثلاثه مجموع عنده بوقت واحد ليحسن يشتري هذا السيستم. فطلعوا بلا طول سيره الجماعه باختصار بمشروع، قال لك انا بحط له الباليت تبع اللاقط الشمسي، بس مع كود او برنامج صغير يحسن يدخل فيه مثل شلون نحن بنشترك بالتليفونات. يعني يدفع رصيد سلف، فبصير بيدفع شهر بشهر. أنا بكون حطيت له إياها، ما دفعته حقها كلياتها، بس هو مضطر يضل عم يدفع حقها. تمام. شهر بشهر مثل ما له متعود. يعني خلينا نقول إني أنا لقيت له الحل، الحل يلي يساعده ليتجاوز هالأزمة. اكزاكتلي. وليتر اون، بس عفوا لأنه مهمة هي النقطة، لأنه ليتر اون بعد ما دفع حد معين أنا طلعت مربحي، ما هو هذا حكي كثير مهم، بدي أنقله يعني المكان اللي بيحسن يكون فعلا عم يستثمر فيه هذا الشيء اللي ركبه فور فري. يعني عقلية دفع الحلول، انا ربحت هو ربح، وانتقلنا للطاقة الشمسية. تماما. عقلية الحلول البديلة دائما لازم تكون حاضرة عند الاشخاص اللي بدهم يشتغلوا بشكل دائم على اي مشروع بالحياة. تماما. يعني استاذ احسان الحديث يطول، وبنتمنى للحاضنة ان هي تشوف نجاح اكبر واكبر. المرات القادمة نكون هيك عم نحكي بانجازاتكم على الارض وتغلبكم على كل الصعوبات اللي هي دائما موجودة بالمجتمع السوري وبكل مجتمع بمجال الاقتصاد. احنا الزاويه التي ننظر
لهذه الصعوبة منهم. أستاذ إحسان العظمي، حضرتك كنت معنا مؤسس حاضنة بامبو نومادز للمشاريع التنموية والبيئية، أهلا وسهلا فيك. شكراً كثير لك. شكراً جزيلاً. أما هلا حنروح نحن وياكم إلى عالم الجمال، الأحجار الكريمة منين بتاخد قيمتها، كيف ممكن نقيمها، قديش ممكن نلاقيها مؤثرة على نفسيتنا، هذا الشيء وأكثر حنشوفه ضمن التقرير التالي. عندنا أصناف كبيرة من الأحجار الكريمة، عندنا أنواع الأحجار الكريمة، عندنا الزمرد، عندنا الفيروز، عندنا الياقوت، عندنا العقيق، عندنا التورمالين، عندنا التوباز، عندنا الزبرجل، عندنا الحجر القمر. أغلب الأحجار الكريمة كانت تجينا من خارج سوريا، مثلا حجر الكريم كان يجينا من اليمن اللي هو العقيق، أهم حجر كريم بالعالم حجر العقيق اليماني. حجر الفيروز ما فرضنا يجينا من مصر أو من إيران، من شابور نشابوري عفوا، أو من تركيا الفيروز. سمي كمان حجر الفيروز في التركواز نسبة أنه إجا عن طريق تركيا. الفيروز كان من أغلى أنواع الأحجار الكريمة أيام الفراعنة، يعني من 4000-5000 سنة قبل الميلاد. هذيك الأيام من 5000 سنة كانت الحجر الفيروز اللي هو أغلى شيء كان قليل، يطلع بمناطق سيناء بالكهوف، وبهالمناطق البعيرة كانت بسيناء بمصر. فلهالسبب اقتنوا الفراعنة وصار يعملوا حليلة إلون وتماثيلون. بعدين صار هابط بأسعاره، تلقى له مكامن بتركيا كميات كبيرة، لهالسبب نزل قيمته ونزل أسعاره. الأحجار الكريمة الثانية الغالية مثل الزفير، الزمرد، الألماس، هدول من الغاليين من قلة من نوادرها. هلأ مثلا الألماس يطلع لنا شي جبل ألماس بصير حقه طبيعي. الأحجار الكريمة كلاتها بتتلقى، هي كانت بسفوح الوديان وتطلع في منها من البحار، مثل اللي نصف كريم اللي هو المرجان، ويصطادوا. مثل المرجان هي يعني عبارة عن شجر بالبحر، في منها أسود وفي منها أحمر، الأسود اللي هو اليسر والأحمر اللي هو المرجان الطبيعي، وصيروا يعملوا منها قلايد وخواتم ومسابح والقصص. والأحجار الباقية الثانية كمان بتتعالج وبتتصنع وبتنعمل. أنا هلا من بطلع على الحجر بعرفه يعني مثل الروح الحجر. أنت بتشوفي بتحسي إنه في أوقات ما بعرف أشرح شنو بميزه. وفي شغلات تانية بتتميز إنه البلاستيك بينعرف من وزنه، من بروتو، من شكله إنه مو طبيعي. فمباشرة في الغشيم ممكن يميز شغلة إنه كانت خفيفة أو وزنها خفيف أو وزنها تقيل. بس في شغلات تزورت كتير بالأحجار الكريمة وصعب تمييزها، ممكن تمر على أكبر معاليم إلا عن طريق الأجهزة. في أجهزة هلأ كان موجودة كمان، عبارة عن جهاز بيحطوا قديش كمية صلابة الحجار وقديشها بتنعرف منها. في أنواع من الأحجار الكريمة مثلا الزمرد بينفع للبراص، الياقوت بينفع الحجر الحديد اللي هو الصيني لقوة القلب. كل حجر وكمان له منافعه ومهامه للإنسان. يعني إذا بدنا نجيب نبحث بالكتب ونبحث بالتاريخ بنشوف كله كان يعني يقتتم بأحجار كريمة، من الأنبياء للأئمة للصحابة لكل شيء بالمر على هاي الكرة الأرضية. إجراء التحاليل الطبية طبعاً غرضها الفحوصات الدورية أو حتى لتشخيص الأمراض هو من أبجديات الطب. لما بدنا نحكي عن هذا الموضوع حنفكر بالنتائج، حنفكر بالتشخيص ودور الطبيب، ولكن في تفاصيل صغيرة العلاقة بالمرضى مهمة لإلهم كتير، ونحن ممكن نكون منهم مثل مثلاً مجدولين فوبيا سحب الدم.
صحيح، أنا مو بس عندي فوبيا من سحب الدم، أنا عندي ما فيني أسميها فوبيا بس بتخوف من الإبر للصراحة. يعني أول ما أعرف إنه في دكتور بده يعطيني إبرة، فإنه الله يوفقكم، أي دواء أي شراب أي شغلة إلا الإبرة. فقد يكون عند المريض في هاي الحالات من الفوبيا، من الخوف، من التوتر يلي ممكن يصيبه أثناء سحب الدم وغيره. لهيك لازم نكون على اطلاع حول هاي التفاصيل يلي لازم نهتم فيها نحن كأشخاص مرضى، مش هنهون المهمة على الفنيين بالمخبر. لهيك حنحكي أكثر عن هاي النقاط مع علا زكريا، اختصاصية وفنية مخبرية. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك. أهلا وسهلا فيكي أستاذة علا. يعني بداية نحن بدينا عم نحكي عن نحن شو منحس بالنسبة لسحب الدم وعن فوبيا سحب الدم اللي هي عند كتير من المرضى ونسبة عالية جدا منا ومنلاقيها. برأيك الشخصي ومن خلال عملك اليومي، برأيك شو هي أسباب فوبيا سحب الدم؟ هلأ مثل ما تفضلتي أنه في نسبة منيحة من العالم بتخاف من سحب الدم، بس غالبا بيكون هذا الخوف لأول مرة وبس. يعني بعد ثاني مرة ما عاد نحس الموضوع بيخوف هالقد. يعني الموضوع له علاقة بسببين، في ناس بتخاف من منظر الدم أو شكل الدم، في ناس بتخاف أنه من الألم، بتحس أنه رح تتوجع من الإبرة. في ناس بتخاف من الإبرة. إيه تمام. بس بشكل عام يعني إبرة سحب الدم هي أخف مثلا من وقت ناخد إبرة عضلية، يعني إحنا هوني كمان عم نحس بألم الدواء وقت عم يدخل على الجسم، أما إبرة سحب الدم يعني أخف شوي ألمها. تمام. يعني عم تحكي عن انه اول مره خلص هو عادي، طب بركن وجع باول مره، وهذا الشيء ما تستمر الفوبيا. هلا هو هذا الشيء نحن بنسمعه من المرضى حتى، انه بيكونوا حاسين انه الموضوع كثير كبير وكثير عاطينا حجم، يعني بعد ما يسحبوا يقولوا خلصنا بس هيك، عرفتي؟ فغالبا لا، هو يعني بس اول مره الواحد بيكون عاطيها. هو عاده بيكون سحب الدم مؤلم ولا لا؟ هو مو مؤلم. سحب الدم بشكل عام هو عمليه يعني غير مؤلمه، مؤلمه يعني لثواني اللي هي بس انه على شكل الابره، اما تمام. موضوع سحب الدم ما مؤثر بشكل تمام كبير. تمام. يعني مثل ما كنت عم اقول لك قبل شوي، اول مره اوكي ممكن يكون كسر هذا الحاجز، لكن ممكن مرات انه يتالم المريض لاسباب معينه. فهون لازم نسال الاختصاصيين، نسال حضرتك امتى فعلا سحب الدم ممكن يكون مؤلم او يترك كدمات زرقاء بايد مثلا المريض اللي انسحب منه الدم. تمام. هلا في مرات بيكون فيها سحب الدم مؤلم، بيكون السحب صار بمنطقه فيها مثلا نهايات عصبيه حسيه، بس يعني انا كفني مخبر انا ما فيني حدد انه هاي المنطقه رح تالم المريض بعد عنه او ما بعد، يعني هو شيء غير مرئي. او مثلا منطقه مسحوب منها دم مره ثانيه وتركه اثر او كدمه، انا اذا رجعت سحبت منها رح يتالم المريض. او منطقه مثلا الجلد فيها رقيق رح تكون شوي موجعه اكثر من غير مناطق بالجسم. مرتبطه بعتبه الالم عند المرضى؟ ممكن عند بعض العالم. اما موضوع الكدمات يلي بتكون نتيجه سحب الدم فهي يعني غالبا سببها عدم ضغط على منطقه السحب. بعد ما نسحب دم لازم المريض يضغط تقريبا مده 3 دقائق على منطقه سحب الدم. اثناء الضغط شو الشيء اللي بيصير؟ يعني ممكن نقول انه مطرح ما شكنا الابره التئم الثقب او غيره. هلا نحن وقت اللي بنضغط بمنطقه السحب فعم نمنع تسرب مثلا نقطه دم تحت الجلد، فهي النقطه رح تترك هي الكدمه الزرقاء هي سببها تسرب دم داخل الثقب تحت الجلد. تماما. خلينا نحكي معناتها هلا عن اراء الاشخاص لنعرف اكثر قديش هن فعلا عندهم فوبيا من موضوع سحب الدم ولا لا. حنروح نحن وياكم مع كاميرا العالم سوريا اللي سالت عنكم فوبيا من سحب الدم ولا لا، وهي كانت الاجابات. إذا الدكتور طلب منك تروح تسحب دم لتحاليل بتخافشي؟ عادي. إيه طبعاً بخاف. والله بتكركب. لا أكيد لا، لأنه عملية السحب أكيد بدها تكون في تعقيم وفي إجراءات لها. أكيد ما في شك يعني، بس الواحد بيتحمل يعني كرمال الصحة الواحد بيتحمل ما في مشكلة. ولا مرة صار معك إنه توجعتي أو زرقت إيدك؟ زرقت إيدي يمكن مرة واحدة أول مرة بس. بس راحت بعد شي أسبوع، بس وجع عادي ما فيها شي. لأن إيدك إلى من أيام الممرضة في شيء؟ على حسب، حسب اللي عم يسحب يعني. هلأ مو إيه مرة صارت معي هذا الشيء، بس بحكم العادة إنه بخاف كتير بخاف وبعد بحسب حساب. هاي حسب اللي عم يسحب منك دم، إذا هو ما في دم أكيد بيزرقك وبيوجع لك إيدك. لا 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 أبدا، لا طبيعي جدا. هلأ إيه بتزرق أحيانا حسب إيد الدكتور يعني.
ورجعنا لنكمل حديثنا عن سحب الدم وعن المشاكل يعني اللي هي اساسا نحن بنعيشها لما ينطلب مننا تحليل معين. فبدنا نرجع نسالك انسة علا، يعني في محل معين المريض قلتي ممكن يكون هو عتبة الألم عنده منخفضة، هو بيخاف زيادة، ما كسر الحاجز، ودور المخبري قديه نسمع بمخبري بيقولوا إيده خفيفة بس في واحد ثاني إيده تقيلة، فشو رأيك؟ تمام. هلأ هي بترجع للشيء اللي حكينا أنه أول شيء أنه عن جد هي ما يعني ممكن شوي لها علاقة بمهارة الشخص، بس لها علاقة كثير بالمنطقة اللي أنا عم أسحب منها. يعني فعلا في مناطق هي بتكون مؤلمة مثلا السحب من هون غير السحب من المرفق. أي اللي بيتوجع أكثر؟ هون هون بتوجع أكثر. الحمد لله لا ما جربتها. أحسن طب معناتها كون حكينا عن هاي المناطق، خلينا نعرف منين المناطق اللي ممكن ينسحب منها الدم بجسم الإنسان. تمام. هلا الموضوع بيختلف حسب يعني عمر الأشخاص. عند البالغين احنا أول شيء بنلجأ لمرفق اليد، بنحاول نشوف الأوردة اللي موجودة هون بالمرفق. في حال ما نوجد وريد هون نبلش ننزل هيك نوصل لهون وش الإيد. عند الأطفال الموضوع مختلف شوي، ممكن نسحب دم من كعب الرجل إذا بدنا كمية دم قليلة، ممكن نسحب دم وريدي كمان من المرفق، أو ممكن نسحب دم من الوريد الوداجي اللي موجود هون بالرقبة. تمام. ولما بنشوف إنه في ثقب صغير بالإصبع ممكن هذا ما بيعود سحب دم، هذا بيكون بس مشان تحليل دم مثلاً؟ عند الأطفال. تمام. هو نفس يعني نفس آلية السحب من كعب الرجل، نحن بكون بدنا كمية دم قليلة تمام بمعدل قطرة يمكن أو قطرتين. تمام. طب في كتير حالات إنه سحب دم صعب، وأكيد أنتوا أدرى فيها فنيين بالمخبر بيشوفوا حالات كتير متنوعة. شخص أوردته ما لها كتير واضحة للعيان، فكيف بيتم التعامل معه؟ لا بصراحة الموضوع أكتر شيء بيعتمد على المريض. يعني في مرضى كتير بيكونوا متعاونين من أول ما يفوتوا المخبر بيخبروا إنه إحنا بالعادة كتير نتعذب بسحب الدم، عنده مشكلة إنه يعني أو مثلاً دائماً بيسحبونا من هون، دائماً بيسحبونا من هذا الوريد. الموضوع بده شوي تعاون من المريض واسترخاء، هو اكيد في وريد يعني حتى لو اخذ البحث عن الوريد شوية وقت بس اكيد موجود. طيب اهم التحاليل اللي ممكن اجراءها من خلال سحب الدم شو ممكن تكون؟ هلا كمان الموضوع حسب عمر المريض وحسب يعني الجنس ذكر او انثى. هلا بالنسبه للاناث دائما بنلاحظ انه بيعملوا تشيك على الخضاب، على الحديد، مخازن الحديد. البالغين فوق عمر مثلا ال 40 سنه سكر، شحوم، كوليسترول، حمض بول، وظائف كليه، وظائف كبد. هاي التحاليل دوريه تعتبر ولازم يعني تنعمل كل سنه او كل 6 شهور حسب حاله المريض. وهذا اللي يعني لاوي درعنا بصراحه انه كل 6 شهور بنعمل التحاليل وخدي بقى على تثقيب واورده وحركات. واليوم مع كورونا التحاليل العامه يلي بتنجرى غير البي سي ار ايضا لها دور بهذا الشيء، فشو اكثر التحاليل يلي تطلب اليوم بخصوص فيروس كورونا؟ تمام. كل التحاليل اللي بتعتبر مؤشرات يعني التهابيه بالجسم مثل سي بي سي تعدان عام للكريات البيض والحمر والصفيحات، فينا نعمل سي ار بي هو بروتين بيرتفع بالحالات الالتهابيه، اي اس ار، كل هاي مؤشرات بترتفع بتدل انه في التهاب. هلا هي ما بتشخص الكورونا فيروس بس بتوجه انه في التهاب معين بالجسم. وليش منلاقي انه اغلب نصائح الاطباء انه قبل ما تحللوا من الساعه 12 لتاني نهار ما تاكلوا شيء، حاولوا ما تشربوا شيء فيه سكر الى اخره، يعني حاله الصيام اللي منفوت فيها ما قبل التحاليل شو اهميتها؟ هلا في بعض التحاليل بتتاثر بالاطعمه او المشروبات يلي يعني رح يتناولها المريض، مثل مثلا تحليل السكر. اذا انا اخذ شيء فيه سكر قبل ما اجي فالسكر فورا رح يبلش استقرابه بالجسم، رح ينطرح بالدم وبالتالي رح يرتفع نتيجة السكر. أو مثلا في تحليل بتأثر عليها أطعمة معينة مثل الكلس، الفيتامينات، فلهيك نحن بنقول إنه بشكل عام يفضل الصيام، حالة الصيام. تمام. إذا بنسأل عن تحليل الشحوم تحديدا يلي بينطلب فيه يمكن أكثر تحليل يلي بينطلب فيها الصيام، فنوضح للعالم ليش عم نطلب الصيام، الصيام عن شو بالضبط، هو كامل أو جزئي، وشو بيفيد يعني بنتيجة التحليل. تمام. هلا كمان نفس فكره التحليل، يعني نفس المثال اللي اعطيناه على تحليل السكر، تحليل الشحوم اذا انا اكل شيء فيه دسم فهذا كمان رح يسبب ارتفاع بنسبه الشحوم بالجسم، وبجوز يعني انا بدي اعاير الشحوم بالحاله الصياميه، ما بدي اعايرها بحاله المريض اكل فيها. فنحن بنقول انه الصيام وقبل الصيام كمان ما يكون اكل المريض وجبه دسمه.
تمام. طب اليوم لما بدنا نحكي انه انا كمريض فايت على المخبر بدي اجري تحاليل، ان كان تحاليل بوليه او غيرها او سحب دم، فشو هي الاجراءات اللي انا لازم انتبه عليها كمريض بتهم الصحه والسلامه العامه الخاصه فيني؟ مثلا لازم اهتم اعرف انه فتح الابره حدي، لازم اعرف انه المعقم المستخدمه مناسب، او لازم اضلني ملزق القطنه على مطرح ثقب الابره. هدول النصائح خبرينا عنهم. تمام. هلا حاليا يعني بالوضع الحالي مثل ما قلتي بما انه كورونا وهيك، اول شيء انا بدي انتبه له لما ادخل على اي مخبر او اي مكان مثل مشفى او هيك اني يكون لابس كمامتي، معي معقم، لانه بالاخير هو مكان يعني عم يدخلوا عليه مرضى. التوصيات اللي مثل اللي ذكرتيها حضرتك، انا بدي انتبه انه السيرنج انفتح قدامي، مثلا طريقه السحب انا ما كثير بدي احاول اتدخل فيها لانه التوتر يلي بيتوتر المريض رح ينعكس على الشخص اللي عم يسحب له دم. ممكن ما عاد يعني بيقولوا كثير احيانا انه ما عاد يطلع الدم، عم يصير في تشنجات كثير عند المريض، حتى اذا بدنا نحكي عن المسنين يعني احيانا كثير بيكون في معاناه مع المسنين بسبب حاله الاورده اللي بتكون عندهم. فبرايك شو هو التعامل الاكثر شيء صح معهم بالنسبه لسحب الدم والتحاليل؟ تمام. هلا يعني مثل ما حكينا في مرضى نحن عن جد انه هن بيلبكونا نتيجه التوتر يلي هن بيكونوا فيه، يعني انا ما فيني وقت اللي يكون الفني عم يسحب لي اسحب ايدي لانه انا توجعت، هذا التصرف كثير غلط بيأذيني. تمام. طب بالنسبه لكم انتم كاشخاص مخبريين، عندكم هاي الخبره، كل يوم عم يجي لعندكم مرضى، شو الاجراءات اللي بتقوموا فيها لحتى تريحوا المريض قدر الامكان، خصوصا اذا كان مثلا شخص نقاء مثلي لما افوت على المخبر فعلا يعني انه ما توجعيني ما بدي كذا، يعني شخص نقاء ومتوتر بنفس الوقت، فانتم شو الاجراءات اللي بتقوموا فيها لتخلوه شوي ريلاكس؟ لان احنا كثير بنتفهم توتر المريض لانه كمان نحن كنا نخاف يعني من قبل من سحب الدم، بنحاول انه نحكي معه ناخذ ونعطي شيء يعني يطلع من الجو ينسى انه هلا رح يشوف الابره او رح يشوف منظر الدم، واهم شيء انه الواحد يحاول انه ما يتطلع يعني بالوقت اللي عم يسحب فيه الدم. حكيت قبل شوي سيبه فكره كثير هيك لفتت انتباهي انه فعلا في شيء اسمه ايد ثقيله وايد خفيفه، ولا لا في شيء اسمه ايد ماهره بسحب الدم وغز الابره؟ هلا الموضوع له علاقه بمهاره الشخص اللي عم يسحب، ومثل ما حكينا قبل كمان له علاقه بالمنطقه اللي انا عم اسحب فيها دم، يعني في مناطق فعلا مؤلمه. طيب حكيتي عن حالات كتير متنوعة، طبعا أكيد الصبية غير الشاب مثل ما شفنا بالاستطلاع، الطفل غير الكبير بالسن، بشكل عام يعني لما بده يتم سحب الدم المرضى هدول بتنوع أفكارهم وبتنوع هواجسهم أي الأصعب؟ الأصعب الطفل، مو للطفل بحد ذاته، للأهل بصراحة أو المرافقين يلي بيكونوا معه. يعني في فكرة نحن دائماً بنقول أنه مثلاً الأهل وقت يأخذوا الطفل حتى يأخذ لقاح بيكونوا كتير ريلاكس ورايقين، وقت يجيبوه ليسحب دم كتير بيكونوا خايفين مع أنه هي مثل هي فعلياً يعني أكثر منه. تمام. فاللي بيوترنا هو الأهل بصراحة، يعني الطفل عادي يبكي وقت يسحب دم، وعادي مثلا تنزل نقطه دم بعد ما نسحب السيرنج من ايده، هذا شيء كله طبيعي. نحن يعني بنقدر خوف الاهل على الطفل، بس اوقات يعني بيعطي نتيجه سلبيه. حلو. كيف ممكن نتعامل مع الكدمات؟ يعني اكثر شيء الصبايا بيتضايقوا منه بعد ما ينسحب الدم الكدمه اللي ممكن تبين الزرعه يلي بتمد احيانا لاسبوع او غيره، فكيف نحن كمرضى لازم نتعامل معها؟ تمام. هلا اول شيء بدنا نحاول نتجنبها مثل ما قلنا عن طريق انه نضغط محل السحب تقريبا مده 3 دقائق. يعني اذا التزمنا بهاي الشغله فنحن يعني ممكن نتجنبها بنسبه 90%. في مرضى حالتهم يعني مثل مرضى نقص الصفيحات، مرضى السكر، غالبا هن بتصير عندهم هي الكدمات او اللون الازرق تحت الجلد، نقدر نتجنبها بكمادات او بنقدر يعني بعدين نعالجها عن طريق كمادات كمادات مي فاتره لمده كم يوم، وهي بالاخير ما بتخوف. يعني طب هي شو السبب انها تتفاوت من شخص لاخر؟ يعني فعلا بنلاقي في اشخاص الكدمه بتضل اكثر من اسبوع وبتمد معهم، في اشخاص لا فورا يعني بتروح الكدمه وامورهم كثير سلسه ورواقه. هلا مثل ما حكينا يعني حسب حاله المريض بحد ذاته، يعني بيكون في حاله تسرب اوسع تحت الجلد فينا نقول. تمام. ومثل ما قلنا كمان المرضى اللي بيعانوا من نقص تمام. بس هي نقطة كتير مهمة، يعني لازم المريض يلي فايت على المخبر يعرف انه في معلومات معينة يعطيها للمخبري ويكون حريص انه يعرفها. شو اهم هي المعلومات اللي بهمكم تعرفوها من المرضى؟ بهمنا نعرف شو الادوية اللي متناولها قبل السحب، على اعتبار انه في تحاليل يعني
ما لازم تنعمل اذا اخذ دواء معين، بهمنا نعرف اذا هو اكل ولا لا، اذا مريض سكر يعني او اذا بخاف. وبتعانوا كثير مع المرضى، فنحن بالدقيقه الاخيره حابين بسك نعطيكي مجال كفنيه مخبريه تحكي لنا عن اكثر مشاكلكم يلي بتتمنوا لو انه المرضى يكونوا متعاونين فيها، يمكن اكثر المخاطر حتى اللي بتتعرضوا لها بعملكم يلي الناس ما كثير عندهم فكره عنها. تمام. هلا اكثر شيء نحن بيوترنا هو توتر المريض، حاله المريض النفسيه كثير بتنعكس على حالتنا، بهمنا انه المريض يكون متفهم وضعه، متفهم انه يعني بالاخير نحن عاملين جهدنا قدر الامكان انه ما يتوجع، بس اذا صار فهو يعني هو شيء مو بايدنا. يعني بتحاولوا قدر الامكان انه تكونوا اشخاص متعاونين معهم، وان شاء الله يعني نحن كمان كمرضى نحاول قدر الامكان نخفف هذا حاله الخوف، نتفهمهم مجدولين، لازم نفهم وضعهم لحتى نعرف كيف نتعامل معهم. تماما تماما، كل الشكر لك والله يوفقك يا رب بعملك، ويكون دائما سلس وبسيط وما يكتروا المرضى عنكم يعني. شكرا ان شاء الله لكم. شكرا كثير لك. شكرا، اهلا فيكي. ونحن هلا حنكمل مع الصحه، وما فينا نتجاوز فكره فيروس كورونا، هو ما زال لهلا هاجس الانسانيه يا جماعه، لكن في فكره جديده ممكن لانتشار العدوى الكبير. نسال حالنا يا ترى فيروس كورونا ممكن تنتقل العدوى فيه عن طريق الهواء الطلق؟ يعني نحن موجودين يمكن بالسوق او بجنينه او باي مكان عام، خلونا نعرف كيف كانت ارائكم والدراسات الحديثه شو بتقول بهالمجال. في ظل انتشار فيروس كورونا وخطر انتقاله داخل الأماكن المغلقة، يبقى الاتصال المحدود المسموح فيه بالعديد من البلدان مع الأصدقاء بيقتصر على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق. ومع كثرة الشائعات المتعلقة بطرق انتقال فيروس كورونا، صرنا نسأل هل يمكن التقاط عدوى فيروس كورونا في الهواء الطلق؟ وما الذي يجعل الهواء الطلق أكثر أمناً؟ برأيك الكورونا ممكن ينتقل هيك بالهواء مثل ما نحن ماشيين هلا بالسوق، ولا بينتقل بس بالأراني المسكرة؟ هلا لا، بحكم انه هو الفيروس عم ينتشر بالهواء، فالهواء موجود بكل مكان. هلا بالهواء والله ما بعرف، يعني هلا هي بشكل عام خلص يعني صارت شيء طبيعي، يعني ما بحس انه يعني شيء عادي مثل الرشح، اي شيء صار طبيعي بحياتنا العامه. لا ما اظن، يعني منتقله انا شايفتها بكل المناطق، يعني وين ما تروح يعني بالنفس باللمس باي شيء. لا اكيد، وكمان بالغرف المسكره اكيد بينتقل اكثر، بيكون من لامسين الاشخاص، ملمس ايدهم كذا هيك، اي بينتقل اكثر بالمسكره. بالهواء يعني بينتقل بس مو بالنسبه للاراني المسكره. والله ما بتوقع تنتقل بالهواء، لان الكورونا هو عباره عن فيروس بينتقل عن طريق اللمس، انا هذا اللي سمعت عنه وهذا اللي فهمته، بس اكثر من هيك ما بعرف. بالاراني المسكره اكثر من الهواء أكيد. بيقولوا الباحثين أنه الإصابات ممكن تحدث بالخارج، لكن فرصها أقل بشكل كتير كبير، لأنه الهواء النقي بيبعثر الفيروس وبيقلل من تركيزه، بيساعد على تبخير الجزيئات السائلة يلي بتحمله. وأيضاً الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس بتقتل أي فيروس موجود بالهواء الطلق، ومع هيك عدد قليل من الحالات يعتقد فيها أن العدوى حدثت في الخارج. وكشف الدراسة أنه حديث رجلين بالصين وجهاً لوجه لمدة 15 دقيقة على الأقل كفيل بنشر الفيروس، يعني المخاطر قليلة لكنها ليست معدومة. لذا ينصح بتجنب الاتصال وجهاً لوجه إذا كنت قريب من شخص مصاب مسافة أقل من مترين. أيضاً المواجهات العابرة من المستبعد جداً أنه تسمح للفيروس بأنه يصل إليك. لتحدث العدوى لازم يكون شخص سعل بواجهتك بشكل مباشر وتكون استنشقت الهواء بنفس اللحظة. اكتشف العلماء أنه المخاطر بتنخفض بالأماكن المفتوحة، ولكن بنبقى قلقين من أنه بعض الأماكن ممكن ما تكون مزدحمة وإنما مغلقة جزئياً مثل الأكشاك بالأسواق، فكلما كان الهواء ثابت ممكن أنه يصير راكد وملوث، وبيكون هالشي بأماكن مثل الممرات الضيقة أو صفوف الانتظار الطويلة، لهيك بيكون ارتداء الكمامات ضروري. وإذا سعى الشخص ومن ثم مسح إيده بسطح معين ممكن يبقى الفيروس حي عليه لساعات، ومع هيك بيعتبروا العلماء أنه فرص انتقال الفيروس عن طريق الأسطح الساكنة ضئيلة للغاية. ومع هيك تشير الأدلة إلى أن الغالبية العظمى من إصابات كوفيد-19 تحدث داخل الأماكن المغلقة ومن خلال الاتصال البشري وسقوط القطرات المحملة بالفيروس على أشخاص قريبين أو عن طريق لمس الأسطح الملوثة، وخاصة بالغرف المغلقة قليلة التهوية.
الأعمال الناجحة غالباً ما تعتمد على بيئة العمل الناجحة والمريحة، ونحن كموظفين لازم نهتم كتير منيح ببيئة العمل ونحاول قدر الإمكان أنه نعملها سهلة سلسة علينا، والدور الأكبر يقع على عاتق الإدارة بأنها تقوي مقومات الموظف وأيضاً تأمن له هي البيئة السليمة لحتى يكون مو موظف مثالي فقط لشهر وإنما لكل السنوات يلي عم يقوم فيها بالعمل. ولأنه مجددين العمل الناجح هو دائماً عمل جماعي وخاصة بمجال عمل الشركات سلسلة، أي حدا بيقصر أو بيكون عنده إهمال حيأثر على نتيجة العمل وعلى مسيرته أيضا. الإدارة دائما إلى وجهة نظر أنها تضل عم بتتابع الموظفين وتقيمهم بين فترة والتانية لتقيم أدائهم وتعرف قديه هن عم يحققوا الأهداف يلي بتسعى للشركة ككل من دون شخصنة الأمور. اليوم نحن حنطل على هذا الموضوع من وجهة نظر الإدارة وننبه الموظفين لبعض الأشياء يلي ممكن تكون فاتتهم وما بيعرفوا أنه ممكن تؤدي لتقييم سلبي لهم من قبل الإدارة. طبعا هي التفاصيل رح نحكيها مع الأستاذة نور الحموي الاختصاصية بالموارد البشرية. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نتعرف نحن والمشاهدين على الأسباب العامة اللي بتخلي الإدارة تقلل من تقييم الموظف الخاص فيها. تمام. بداية بس خلينا نحكي عن التقييم كعملية. هو شو؟ هو عملية تحليلية بيكون فيها مقارنة لأداء الموظف خلال فترة معينة بمعايير محددة. هاي المعايير ممكن جزء منها يكون ثابت من وظيفة لوظيفة، ومعايير ممكن تكون متبدلة بمكان ما، خصوصي لما نطلع بالرتب الوظيفية. هي بالمفهوم البسيط بتنقسم لقسمين competences و objectives يلي هي كفاءات الشخص والأهداف المطلوبة منه. كفاءات الشخص هي كل شيء مهارات شخصية نحن موجودة عنا كشخصية موظف، مثل قدرته على التواصل، التزامه بالدوام. إذا طلعنا شوي بالرتبة الوظيفية ممكن نحكي عن مهارات القيادة أو مهارات التأثير على الأشخاص المحيطين. أما الأوبجكتيفز أو الأهداف للموظف هي هدف المهنة أو العمل اللي عم يقوم فيه. مثل موظف المبيعات هو في عنده هدف بآخر الشهر أو بآخر السنة، رقم من المبيعات لازم ينجزه. أو مثلاً المحاسب هو في عنده عدد معين من الفواتير اللي لازم يدققها بآخر الفترة تبعه أو بآخر الشهر بطريقة صحيحة. ايمت بيقل تقييمي فيهم؟ لما بكون ماني قدران سكر وحده منهم او جزء من وحده منهم. يعني على سبيل المثال الموظف المبيعات نفسه كان شخص كثير بيجيب رقم مبيعات مهم وحلو، ولكن هو شخص غير ملتزم بالدوام، فاكيد هذا الشيء رح ياثر على تقييمه. او مثلا عامل بيشتغل على اله، هو بينتج عدد من السلع او المنتجات بطريقه كثير مطابقه للمعايير، بنفس الوقت هو كثير بيتاخر بانتاجه، فكمان هذا الشيء رح ياثر على تقييمه. طبعا هي اكيد بتفرق من شركه لشركه ومن موظف تقييم لموظف تقييم، لانه هو حتى موظف تقييم في صفات سمات معينه لازم يكون موجوده فيه. تمام. مثل ما كنا عم نقول تحت الهواء انه احيانا كثير الموظف بيكون مفكر انه هو عم يقوم بواجباته على اتم وجه، هو بيرفكت، لكن بيتفاجئ بانه الاداره عم تشوف شيء ثاني تماما. لهيك نحن اليوم بدنا نضوي كثير على هي التفاصيل، ويعني هيك نعطي الموظفين لمحه كيف بتفكر الادارات، كيف بتشوف الاداره الموظف يلي عم يبدي بنظره اهمال. تمام. هلا انا لما يكون في عندي سلوك معين مثل الاهمال بدي اعرف ليش هذا الاهمال صاير. بيجي اول شيء براقب اداؤه للموظف، بوثق مراحل الاهمال اللي هو عم يشتغلها. بهي المرحلة تاريخه الوظيفي بيساعدني لأعرف إذا هذا السلوك كان هو سلوك جديد عليه طرأ أو هي مشكلة مزمنة، يعني بالأساس هو هيك. بعدها بدي أحط إيدي على المشكلة، رح أجتمع معه، حأسأله شو سبب هذا السلوك، وأسمع منه شو هو عنده مشاكل. بعد ما أنا حطيت إيدي على المشكلة بشكل فعلي بدي لاقي له حل. يعني ممكن يكون هو الموظف مهمل لأنه هو عنده ظرف خاص بالبيت، فإجازة كم يوم ممكن تحل القصة. ممكن يكون هو مل من التاسك اللي هو عم يشتغله وحس حاله انه هو دائما عم يشتغل نفس الشيء، فتاسك روتيشن بالقسم ممكن يحل هيدي المشكله. او هو يكون شخص لودد عنده كثير مهام عم يقوم فيها، فكمان ممكن انه يخفف شوي من اعباء عليه للموظف. هلا انا بعد ما احل له مشكلته اخر شيء بدي ارجع اراقب هل فعلا انا الحل اللي حطيت له اياه جاب نتيجه، يعني بدي اخذ فيدباك عن الحل اللي انا عملته، لانه اذا ما زبطت فبدي ارجع ادور على حل ثاني لحتى اقدر اعالج هي المشكله. تماما. وبنلاقي ببيئه العمل
الشخصيات والكاركترات بتختلف، بنلاقي في اشخاص ممكن تكون ناقله للاحاديث، ممكن تختلق احاديث ومواقف، ممكن تكون الجهات يلي طوال ما قاعده بتوتر الجو، بتعمل سلوكيات قد تؤدي الى البيئه العامه الى السلبيه. فمصطلح الموظف السام على مين يطلق بنظر الاداره؟ تمام. الموظف السام بالمكان اللي هو موجود فيه هو حقيقة بيعمل عبء، بيعمل عبء مادي وبيعمل عبء معنوي بالمكان اللي موجود فيه. هو بينشر طاقة سلبية بالبيئة المحيطة فيه. إذا كان هو شخص عنيد ممكن إنه هو يصير تصادم بينه وبين الإدارة، أو يشجع الموظفين على إنه هن يتذمروا على الإدارة. حتى في دراسات بتقول انه هي الشخصيات هي بتسبب كوست او تكلفه اعلى، لانه هي بيكون عم ينشر طاقه سلبيه حواليه، فبيقل انتاجيه الموظفين، مع العلم انه هو ممكن يكون شخص انتاجيته جدا عاليه، ولكن بسببه هو عم يقل انتاجيه الاشخاص اللي محيطين فيه، او عم يشجع على الاستقاله، او عم يشجع على انهم ياخذوا اجازات مرضيه. فهي بتخلق مشكله بتنتشر بشكل سريع، يعني هي بتشبه مبدأ التفاح المصاب بالعفن، انه هو بينتشر بشكل سريع. الإدارة بهدول المواقف لازم تكون صارمة جدا صراحة، لانه هي اذا تركتها بتمتد على مستوى الإدارة او الشركة او الاقسام. بنفس الطريقة انا رح اجتمع معه بشكل فردي، اسمع منه، وانا صراحة من انصار الطريقة هي، انه انا اسمع الشخص شو عنده واتركه، اعطيه حرية التعبير انه هو يحكي لي شو عنده لحتى هو يفرض افكاره قدامي. هذا الشيء بيساعدني انه انا يكون في عندي ادوات لحتى احلل سبب هذا السلوك اللي ناتج منه. احيانا هي بتكون القصة عبارة عن انه هو حدا عنده رغبة بالظهور، بيحب يظهر او بيحب يتمايز بين الزملاء اللي موجودين حواليه، فهو بيكون هذا السلوك هو بس نتيجة انه هو يرضي شيء عنده. فلازم احط ايدي على المشكله، وبنفس الطريقه بدي الاقي لها حل واخذ فيدباك اذا هذا الحل جاب نتيجه او لا. يعني حكيتي فكره كثير مهمه، نقطه انه حتى لو كان الموظف عمله على اكمل وجه ولكن هو صاحب طاقه سلبيه بالعمل، صحيح، فقد بيؤدي هذا الشيء لتخلي الاداره عنه باحد الاوجه. صحيح، تمام. وإذا بدنا نحكي عن كل مكان عمل موجود فيه موظف كل يوم بقرر يقدم استقالته أو بشكل شفهي بين زملائه، أو حتى فعلاً بيروح بيقدمها فعلياً للـ HR، عاد موجود بكل الأماكن، الإدارة كيف بتشوفه وكيف بتتعامل معه بحال فعلاً هو قرر يمشي؟ تمام. مثل ما قلتي، هي الشخصية موجودة دائماً، هذا الشخص اللي دائماً بيجي بيقرر أنه هو بده يقدم استقالته أو يحكي باستقالته. طبعا اليوم انا لما يكون في عندي هذا الشخص، فاول شيء بدي اشوف هو مكانه بالشركه شو، يعني هو بحال هو فعلا اخذ استقالته، اخذ قرار استقالته، فشو الفراغ اللي ممكن يترك لي اياه. رح اسمع وجهه نظره، وشوف اذا هو كان عنده شيء قابل لانه هو يتعالج، فانا بوجهه للاداره المعنيه اللي ممكن تعالج له اياه. بنفس الوقت وكبلان بي، كخطه بديله، بدي يكون في حدا عندي من القسم عم دربه ليستلم جزء من مهامه. ما حنقول 100% 100، ولكن 50% بقدر الامكان انه هو يستلم مهامه. هي ما انا بالمهمه السهله، مشان ما نكون عم نحكي شيء نظري صراحه، بس لازم يكون في عندنا هذا الاستعداد نحن كاداره انه يكون في حدا عم يستلم جزء من مهامه، حتى لو استمر هو بعمله بتكون عم تحضر له شخص يكون بديل له. تماما. هلا بشخص لما يجي ويقدمها للاستقاله بشكل فعلي، الإدارة بهي المرحلة ما المفروض أنه تتعامل مع هي الحالة غير إلا أنه تقبل الاستقالة، خصوصي مع الأشخاص اللي دائماً بيلوحوا بورقة الاستقالة، لأنه بحال ما هي تعاملت بعكس هي الطريقة أو بعكس هذا الأسلوب، فهي لح تتحول عملية تقديم الاستقالة لجلسة بازار لحتى هو يحكي مطالبه أو شيء اللي هو بده، يعني ممكن يكون هو موضوع راتب أو يكون موضوع مهام أو أي شيء. ما المفروض انه الاداره تنصاع له بهي الطريقه، لانه بيفقدها الطاقه تبعها او الباور تبعها، لازم هي تضل هي اللي ماسكه زمام الامور، حتى لو كان هو الشخص ممكن يكون فعلا خساره للشركه. تماما. وكيف ممكن الاداره تحافظ على الموظف بفعاليه كامله؟ يعني شو الاشياء اللي لازم تقدمها لحتى تحقق الولاء بالنسبه لي انا كموظف، وتخليني هيك استمر بانا بكامل طاقتي والانرجي والمحبه لبيئه العمليه اللي انا عم اشتغل فيها؟ تمام. اكيد لازم ينشغل على موضوع
موضوع تحفيز الموظفين. هي بالمفهوم البسيط دائما في تحفيز مادي وتحفيز معنوي. التحفيز المعنوي هو انه بيكون شيء ملامس للاحتياجات النفسيه عند الموظفين. طبعا المدير الناجح هو اللي بيكون منتبه او اخذ بعين الاعتبار الاختلافات النفسيه بين الموظفين بعمليه ان كان التحفيز المعنوي او بعمليه الاشراف. التحفيز المادي كثير اساسي وما في اي شركه تتجاهله، لازم يكون هو فعلا موجود، ان كان عن طريق المكافآت، ان كان عن طريق مثلا للاشخاص اللي عندهم لود شغل انه نحن نصرف لهم بدل اضافي لانه هم بيداوموا اضافي، او ممكن اني شارك الموظفين بجزء من الارباح، او انه ممكن اني ملكهم اسهم من الشركه لحتى يحسوا حالهم انه هن جزء من عمليه نجاح الشركه. اكيد موضوع التدريب كمان كثير بيساعد انه انا احفز الموظفين، اني انا ابعث الموظف عندي حتى كان هون او برات بلد مثلا يتعلم مهاره ويرجع فيها لعندي، فهذا الشيء كثير بيساعد انه حفزه وحتى اني حافظ عليه على المستوى البعيد. اكيد الترقيه والبروموشن والترفيع كمان شيء مهم. واخر وحده مسكره مع انه انا ما كثير بحبها اللي هي التحفيز السلبي، لانه انا الغي له الخصميات او العقوبات اللي عليه مثلا. تمام، بس على مصطلح التحفيز السلبي، في بعض الاشخاص بيعتبر انه التحفيز السلبي هو تهكم على العمل او عدم مديحه على الاقل، فطلع التحفيز السلبي هو بس الغاء العقوبات. ايه هذا المادي. تمام. اما التحفيز السلبي المعنوي هو انه انا ضل اقول انه انت ما لك عم تشتغل منيح، ما لك عم تجد انت شيء افضل منيح. من هيك. هو سلبي معنوي بيكون. حكينا عن حالة الموظف كيف بتشوفه الإدارة، سواء كان مهمل أو بسام أو حتى بده يستقيل، وكيف ممكن تساعده. هلأ وصلنا لمحل أنه إمتى بحق للإدارة فعلا إقالة الموظف؟ تمام. الإقالة هي بتجي بقرار من الإدارة أو من رب العمل، طبعا هي بتكون عكس الاستقالة اللي بتكون قرار الموظف. طبعا تبعيات الإقالة أو فصل الموظف هي بتكون كتير كبيرة على الشخص أو الموظف نفسه، لأنه هو اللي حيعاني منها لما يرجع يدور على فرصة عمل تانية بسوق العمل، حتى أنه ممكن يضطر يخبيها لهي المعلومة لحتى يقدر يلاقي فرصة تانية. هلأ قانون العمل حدد لي 9 حالات بيحق فيها لرب العمل إنهاء تعاقده مع الموظف، منها إفشاء الأسرار الشركة، منها الانتحال الشخصية أو تزوير أوراق أو شهادات للحصول على العمل، ممكن عدم الالتزام بسياسة الأمن والسلامة بالمعلن عنها بالشركة، ممكن الانقطاع عن العمل 10 أيام متصلة أو 20 يوم منفصلة خلال سنة واحدة وغيرها. فهو قانون العمل حدد لي حالات معينة بقدر فيها رب العمل أنه هو ينهي عقده أو تعاقده مع الموظف. وهذا قبل 10 سنوات خبرة ولا بعد؟ ما دخلوا بي عدد سنوات خبرة. لا بهالحالة. والصرف التعسفي كمصطلح لما نحن بنسمع موظف قال أنا صرفوني بشكل تعسفي، خلينا نوضح للمشاهدين وكل الأشخاص المهتمين بهذا النوع من الفقرات شو هو الصرف التعسفي. تمام. الصرف التعسفي هو إنهاء تعاقد مع الموظف بغير وجه حق، بدون حق، بيجي بشكل مفاجئ وبدون إنذار. عادة بيجي هذا النوع من نتيجة أهواء الإدارة أو بأماكن العمل اللي بيكون فيها النظام العمل غير واضح ومحدد، أو نظام العمل هو مصبوغ بصبغة رب العمل وليس بصبغة المؤسسة كشخصية اعتبارية تحت مظلة قانون العمل. برجع هون بذكر أنه قانون العمل محدد لي حالات معينة يحق بها فيها لرب العمل أنه هو ينهي تعاقده مع الموظف لحتى يحمي من حالات الصرف التعسفي. تمام. حلو كتير. يعني بشكل عام الموظف بيكون له وجهة نظر، الشركة له وجهة نظر، لازم دائما يكون في حدا هيك له دور وسطي يمكن انه هو يقرب وجهات النظر لنفهم بعض اكثر. خلينا بالنهاية استاذة نور نسألك عن الاساليب يلي من خلالها بيقدر الموظف انه هو يرفع من خلينا نقول تقييم الادارة له. تمام. مثل ما حكينا بالبداية التقييم هو شقين، شيء له علاقة بكفاءاتي كشخص وشيء له علاقة بالاهداف اللي انا لازم اعملها. أنا بدي نمي مهاراتي الشخصية، بدي أطور موضوع لنفترض مهارات التواصل عندي، التزم بدوامي، أكون شخص فعال بالمكان اللي موجود فيه. وعلى مستوى الأهداف اللي عندي نفس المثال اللي حكيته بالبداية، إذا كنت أنا مثلا عامل وعم أنتج مواد وهي عم تكون كتير مطابقة للمعايير بس أنه أنا كتير عم تأخر فيها، فبحاول أني أعالج قصة مضيعة الوقت أو الويستينج تايم خلال النهار لأقدر أنه أنا أسكر هيدي القصة. هي مع التدريب والاستمرار ومع الخبرة كمان بيصير الواحد بيقدر يغطيهم أكثر فأكثر. فبالعموم أنا بدي نمي مهاراتي الشخصية وبالمقابل بدي أشتغل لحتى أسكر الأهداف المطلوبة مني بعملي. تماما. وبالنهاية الأساليب يلي بيقدر الموظف
الموظف انه يقوم فيها مو بس ليكسب وجهة نظر الإدارة، كمان هو بنفسه يكون عم بيطور حاله بحاله، شو ممكن تكون؟ هي بيرجع بشمل التقييم اللي هو ينمي مهاراته الشخصية، لأنه اليوم المهارات الشخصية هي مو بس بمكان إكس هي بتفيدني، هي حتفيدني بالمكان إكس وبالشركة واي وبشركة ثالثة وبمؤسسة رابعة. هي هي خبرات اللي عم تتنقل هي معي. فأنا وين ما كنت هي اللي حتفيدني، فهي هي أكثر شيء هو الواحد ممكن يشتغل عليها لتضل موجودة معه بهذا المكان أو بمكان عمل ثاني. كل الشكر لك أستاذة نور الحموي، حضرتك اختصاصية بالموارد البشرية. اليوم حكينا عن موضوع كتير مهم، لأنه لازم نشوف بعين الإدارة أيضا لنعرف هل عم نحقق أهداف المكان اللي بننتمي له، وقد ايه هذا الشيء بيعكس ولائنا ومحبتنا وإخلاصنا له. أهلا وسهلا فيكي. شكرا لكم. شكرا كثير لك. عطول بقول قاعدة بحياتي وبمشي عليها، المكان والأشخاص يلي ما بيقدموا لنا شيء أو ما بيرفعونا أو ما بيضيفوا لنا، فهنن أكيد عم بيقللوا منا ويقللوا من إمكانياتنا ويضعفونا ويضعفوا عزيمتنا. لا خلونا نحن نقطة القوة يلي عم تكون متنقلة مثل ما قلنا، ونخلي حالنا أقوى وأقوى ونحفز حالنا بحالنا. ودائما بيساعد دامسكم مجهولين، نحن عم نحاول نكون طاقة إيجابية بحياتكم. إذا عم تعطونا من ساعات نهاركم هسا على تتابعوا معنا الفقرات المتنوعة، إن شاء الله نكون قدرنا نحقق هالهدف. ولا تنسوا أبدا تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وإنستغرام لنسمع آرائكم وأفكاركم ونعرف نحن فعلا طاقة إيجابية بحياتكم أو لا. تضلوا بخير. باي باي.